الأسواق العالمية، وينضم إلينا من عمان سيد سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس. لنبدأ بتحركات الأسواق التي على ما يبدو ما زالت عم تحتسب مستويات التضخم المرتفعة، يعني شهدنا انخفاض المؤشرات الأمريكية بالأمس، إلى أي مدى ما زال هناك فرص استثمارية بالأسواق والأسهم بهذه المرحلة في ظل هذه المستويات المرتفعة للتضخم؟ بالفعل شهدنا اتجاهات هابطة تصحيحية تعتبر حتى هذه اللحظة في أسواق الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم أمس، تبعتها هذا اليوم أيضا الأسواق للأسهم الأسيوية. هنالك قلق في الأسواق، يبدو الآن واضح بأن المتداولين بدأوا يخشون من معدلات التضخم المرتفعة جدا، ولو نظرنا إلى معدلات التضخم في أمريكا فهي أكثر من 3 أضعاف المستوى المرغوب من الفيدرالي، في بريطانيا أكثر من الضعفين، وكذلك المركز الأوروبي الذي يريد التضخم عند 2% تقريبا نجد بأن التضخم في منطقة اليورو أكثر من 4%. هذا كله يشعل قلق في الأسواق المالية بأن تتوجه العديد من البنوك المركزية، أذكر منها بنك إنجلترا وكذلك الفيدرالي الأمريكي، نيوزيلندا، أستراليا، كندا، أن تتوجه لرفع الفائدة أو تقليص تحفيزاتها الاقتصادية، مما قلل من شهية المخاطرة في أسواق الأسهم وتسبب في هذه الانخفاضات. أما بالنسبة للتساؤلات عن تواجد الفرص الاستثمارية، فأسواق الأسهم ليست فقط كأداء مؤشرات، لكن هنالك العديد من الأسهم التي من الممكن البحث عنها والاستفادة منها مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي نشهدها عالمياً، وخصوصا مع توجه الفيدرالي لتقليص برامج شراء الأصول، بينما في أوروبا توقعات استمرار التحفيز، اليابان استمرار التحفيز، وبالتالي مؤشرات الأسهم بشكل عام ربما تكون دخلت في بعض التصحيحات الهابطة الطبيعية، وهذا بعد ارتفاعات قوية جدا حصلت خلال الفترة الماضية، وهذه الارتفاعات بالفعل بحاجة للتصحيح، لكن على المدى الأبعد قليلا لا تظهر بأن هنالك تغيرات جذرية في الاتجاهات على الأقل حتى هذه اللحظة. والمشكلة تحديدا تكمن في أن التضخم المرتفع يرافق هشاشة في التعافي الاقتصادي، فجائحة كورونا وأثارها لم تنتهي تماما، وهذا ما يقلق المتداولين على وجه الخصوص. فلو كنا نتحدث فقط عن تضخم فقد يسهل علاجه نظريا من البنوك المركزية، لكن عندما نتحدث عن تعافي اقتصادي هش وكذلك ارتفاعات التضخم، هنا يسبب حالة من القلق في الأسواق المالية. لكن بشكل عام الفرص الاستثمارات ما تزال موجودة في أسواق الأسهم، لكن يجب البحث عن الشركات والقطاعات التي قد تستفيد من المرحلة القادمة في الاقتصاد العالمي. نعم، عم نراقب يعني التحركات، يعني حتى الآن واضح أنه اليورو عند أدنى مستوياته منذ يوليو 2020، لكن الملاحظ الآن ما زال في إقبال واضح على عملات النمو والسلع اللي عم ترتفع في هذا التوقيت سركيس، هل من مبررات لهذه الارتفاعات وأسباب؟ بالتأكيد هنالك مبررات، وهي توقعات البنوك المركزية. إذا نظرنا إلى البنك المركزي الأوروبي وتحديدا إلى بعض التصريحات التي أدلت بها كريستين لاغارد حول رؤيتها لرفع الفائدة، حيث أشارت بأن رفع الفائدة ربما سيخنق التعافي الاقتصادي، وهذا يعني بأنها ترى بأن رفع الفائدة قد يكون الآن قرار غير صحيح، وهذا ما يبقي على توقعات أن تبقى أسعار الفائدة متدنية في البنك المركزي الأوروبي على مدى عام 2022 ربما كاملا، حتى لو ارتفعت معدلات التضخم، وهذا ما يبقي على اليورو ضعيف مقابل العديد من العملات، أذكر منها الدولار الأمريكي، والذي من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة في أقصى حد خلال النصف الثاني من عام 2022، لكن هنالك توقعات بأن يبكر بذلك بنك إنجلترا المركزي. وأيضا بالنسبة للعملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي، هنالك توقعات كبيرة بأن نشهد رفع بالفائدة، وتحديدا في بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال الفترة القصيرة المقبلة لمجابهة مخاوف ارتفاع التضخم، وهذا بالتالي يقدم دعم للدولار النيوزيلندي، الدولار الأسترالي التي تشهد بعض الانتعاش، وهذا التباين في أداء العملات أمر طبيعي في وضعنا الراهن. فتباين توجهات البنوك المركزية أمر غير معتاد دوما في الأسواق المالية العالمية، لكننا نعيش فترة رائعة تتضح لنا فيها فروقات كبيرة في توجهات البنوك المركزية، من بين بنك اليابان الذي يواجه
تحديات كبيرة قد تجبره على سياسات تحفيزية هائلة، وبين أيضا المركز الأوروبي الذي سوف يبقي على سياسات تحفيزية على الأرجح، بينما الفيدرالي الأمريكي ربما أو بدأ بالفعل يقلص التحفيزات، وبنك إنجلترا يتوجه لتقليص تحفيزاته بل وأيضا رفع الفائدة ربما خلال الربع الأول من العام المقبل، وهذا ما يتسبب في تباين أداء العملات، والذي ارتكز في يومنا هذا على الدولار الأسترالي دولار النيوزيلندي المرتبطة بالنمو والسلع. نعم، بالمقابل عم نشوف أسعار السلع يعني والنفط تحديدا اللي هبطت بالأمس، حتى الآن عم نخسر قرابة 4% على خام نايمكس، وأيضا برينت عم يتراجع 4.5% على مدى هذا الشهر. بدأت بعض الدول على ما يبدو مثل الصين باتخاذ بعض التوجهات التي ينادي بها بايدن باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي. سركيس، اليوم إلى أي مدى ممكن لخطوات الصين أن تزيد من عمق تراجع الأسعار؟ الآن فعليا أسعار النفط بدأت بالاستجابة لتوقعات استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، وهذا ما يضغط على أسعار النفط، وربما أيضا نشهد المزيد من الضغط الهابط على المدى القصير. منظمة أوبك خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال الربع الرابع الجاري، لكن مع توقعات عام 2022 تبدو متفائلة جدا، حيث من المتوقع أن نشهد عودة الطلب العالمي إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا. لكن على المدى القصير نلاحظ بأن أي زيادة في التدفقات النفطية حتى لو كانت على شكل استخدام أو الإفراج عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية في كبرى الدول المستهلكة، أذكر الولايات المتحدة، الصين، اليابان والهند، قد يكون له تأثير نفسي على السوق أولا، ومن ثم قد يتسبب في بعض الفائض خلال الأسابيع أو الشهر المقبل بالنسبة لأسواق الطاقة، مما قد يبقي على الضغوطات على أسعار النفط. لكن بنظرة أبعد قليلا نرى بأن النفط من المتوقع أن يتعافى طلبه أكثر فأكثر، والتوقعات تشير إلى 100.6 إلى 100.8 مليون برميل كمتوسط طلب يومي عالمي بالنسبة لعام 2022، وهذا إذا دل على شيء فهو يدلني على أن المعروض من النفط حتى لو تم استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية لبعض الوقت لن يكون مواكبا للارتفاع في الطلب. لماذا؟ لأننا الاقتصاد العالمي لم يشفى تماما من أزمة سلاسل الإمداد. لكن بالنسبة أيضا لانخفاض أسعار النفط، أود أن أشير إلى موضوع مرتبط مهم، وهو الانخفاض الذي حصل بأسعار الغاز. الغاز الطبيعي انخفضت أسعاره بحوالي 7%، ونحن نعلم بأن أحد أهم الأركان في أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفحم والغاز، ومع الانخفاض الذي حصل بسعر الغاز انخفضت أيضا أسعار النفط، وهذا ما قد يبقى تأثيره كما أشرنا على المدى القصير. لكن على المدى الطويل ما زالت الآفاق إيجابية بالنسبة لأسعار النفط، إلا إذا شهدنا تغيرات أساسية واضحة تغير من قوة أو معاملات الطلب والعرض. نشكرك سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان.